بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الجزئية سنتحدث عن مهارات معلم القرن 21، ومن وجهة نظري من الممكن أن نحتاج إلى أكثر من 15 مقررا لكي نلم بهذه ونكتسب تلك المهارات، ولكن سأعرضها لكم بشكل مختصر، وسنتحدث عن بعض المهارات وما هي الأفكار التي نحتاجها لكي نكتسب تلك المهارات. في هذا الجدول الموجود أمامكم جمعت لكم أهم مهارات معلم القرن 21 من أكثر من 23 مرجعا تقريبا. قمت بتصنيفها كالتالي: مهارات شخصية، مهارات اجتماعية، مهارات تدريسية، مهارات تقنية. طبعا هذا التصنيف من وجهة نظري. هذه المهارات يعني أثناء قراءتها ليست بجديدة عليكم، أنا أجزم ذلك، ولكن المشكلة أن كثيرا ما نسمع عن هذه المهارات بأن هي المهارات التي يتوجب علينا نحن كمعلمين أن نكسبها لطلابنا في الجيل الحالي، ولكن للأسف لم يتم التركيز على أن المعلم يتوجب عليه أن يمتلكها قبل أن يكسبها لطلابه. عموما مثل ما ذكرت لكم قسمت اللي هو هذه المهارات إلى أربع أقسام رئيسية، فنجد على المعلم أن يمتلك مهارات شخصية، ومن هذه المهارات وأهمها القيادة والاستقلالية والتفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع. بالنسبة للمهارات الاجتماعية نجد التواصل الفعال والتحفيز والعمل الجماعي والتطوع، والمهارات التدريسية تتمثل في البحث وإدارة بيئة التعلم أو بيئات التعلم بشكل عام وتصميم الدروس والمناهج واستراتيجيات التدريس. المهارات التقنية تضم البرمجة والتصميم وتكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني. لما نتحدث مثلا عن مهارة من المهارات الشخصية، فمثلا القيادة، فبالرغم من أن هناك كثير من الأشخاص لا زالوا يعني لا يعرفون الفرق بين المدير والقائد، كما أن بعض الأشخاص يطلق عليهم مسمى قائد ويطلق على نفسه أيضا مسمى قائد، ولكن عمله وأسلوبه يتبع المدير، لا والمدير الدكتاتوري أيضا، وهم يعتقدون بأنفسهم يعني بأنهم هم قادة بالفعل. هؤلاء هم يحتاجون إلى الكثير من العمل والكثير من الجهد لكي يصححوا من اللي هو أوضاعهم، فلا تفيدهم القراءة لأنهم بالفعل قرأوا وعرفوا، ولكن تظل اللي هو شخصيتهم الشخصية المتسلطة والشخصية الدكتاتورية. عموما من وجهة نظري أجد أن القيادة هي شخصية وثقافة، وأرى أن كل معلم هو قائد، وللأسف عندما نذكر مصطلحات قيادات تعليمية فإننا نقصد بهم مدراء المدارس والمشرفين ومدراء المكاتب وإدارات التعليم، بينما الأصلح كما هو موجود ووجدته في فنلندا أن القيادات التعليمية هم المعلمين والمعلمات. فلذلك نجد أن تطبيق بعض الطلاب لمفهوم قيادة المجموعات هو أمر خاطئ، فهو يعتقد نفسه هو الآمر والناهي، وهذا شيء خاطئ جدا. فالقائد هو أن يقوم بجميع المهام، هو المتحمل الأول في مسؤولية فشل الفريق أو نجاح اللي هو الفريق نفسه. لابد أن ننمي هذا الشيء. هذا بالنسبة للقيادة. بالنسبة للاستقلالية تحدثنا عنها في الجزئية السابقة بنوع من التفصيل. كذلك لدينا بالنسبة للتفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع، إن كان هناك استقلالية فسوف يكون هناك إبداع مثل ما ذكرنا، لأن الاستقلالية إن نعطي مساحة للمعلمين لكي يقوموا بالإبداع. تفكير الناقد وحل المشكلات ممكن أيضا لها علاقة بالبحث، وهذا سوف نتحدث عنه إن شاء الله.
في المهارات الاجتماعية لنتحدث مثلا عن التواصل الفعال، ولعل المقطع الذي شاهدناه في المحاضرة السابقة للسيدة ريتا بيرسون هو كافي لفهم أهمية التواصل الفعال وبناء العلاقات الإيجابية مع الطلاب. فدورنا نحن كمعلمين لا يقتصر فقط بإعطائهم الدروس، بل يتعدى إلى أبعد من ذلك كثيرا. كما أضيف أننا نحتاج، يعني من ضمن الأشياء التي تندرج تحت التواصل الفعال، لأن التواصل نقصد هنا بالcommunication، اللي هو فالتواصل هنا يندرج تحتها أيضا اكتساب اللي هو اللغات الأخرى، وهذا شيء يعني تعمل به وزارة التعليم حاليا لدينا في المملكة، يعني اكتساب المعلمين في جميع التخصصات اتقانهم للغة الإنجليزية. فكثير كثير من اللي هو الترشيحات، كثير من البرامج التي تطلبها وزارة التعليم الآن قامت تشترط مثلا بحصول المرشح على مثلا درجة محددة في اختبارات عالمية في اللغة الإنجليزية مثل الآيلتس واللي هو التوفل. هذا الشيء سوف يجعل من المعلمين الطموحين والذين يريدون أن يترشحوا لحضور تلك البرامج والبعثات مثلا، سواء كانت خارج المملكة يعني أو ممكن حتى البعض داخلها. فنجد أن هناك الكثير منها يتطلب حصوله على درجة في اللغة الإنجليزية، وهذا جعل المعلمين الآن يعني يطمحون بأن يقوموا، يعني كثير من المعلمين نجدهم التحقوا بمعاهد، وبعضهم من قام بتدريب نفسه بنفسه مثلا في اللغة الإنجليزية، وهذا شيء جميل جدا. القصد من اللغة الإنجليزية ليست فقط مثلا لغة، هي لغة العصر، هي اللغة التي الآن من خلالها نستطيع أن نتواصل مع أكبر عدد ممكن في العالم. استخدام هذه اللغة بمعرفتنا اللغة الإنجليزية فسوف تسهل لدينا الكثير من الأمور، من ضمنها مثلا التعرف على استخدام تطبيقات مثلا كثيرة، لأن كثير من التطبيقات والأدوات مثلا مشكلة لها باللغة الإنجليزية ولا يوجد لها تعريب، وهذا يجعل كثير من المعلمين لا يحبون استخدام تلك التطبيقات لأنها باللغة الإنجليزية. ولكن لا مانع من أن نتعلم اللغة الإنجليزية ونكتسب تلك المهارة لكي نستطيع كذلك ليس فقط للتعامل مع البرامج والتطبيقات، وإنما أيضا للتواصل مثلا لدراسة الأبحاث الخارجية، الأبحاث اللي موجودة عند الغرب. ولكن إن كان فقط يعني فقط دراستنا كلها باللغة العربية، ونحن نعلم جيدا أن هناك نوع من التأخير في مثلا وصول بعض الأشياء إلى مثلا وطننا العربي، فبالتالي سوف نكون متأخرين وهم سوف يسبقوننا دائما بخطوات. ولكن إن عرفنا اللغة وإن كانت لغتنا مثلا الإنجليزية جيدة، فبالتالي نحن نستطيع أن نجاريهم الآن، وبإذن الله سوف نتقدم عليه. فلذلك جانب اللغة جدا مهم، خاصة اللغة الإنجليزية، كثير منكم لديه اللغة الفرنسية، فيستفيد أيضا من الأبحاث مثلا والدراسات وماذا تقوم به فرنسا مثلا في من ناحية اللي هو التعليم. فرنسا لديها يعني نتائج نوعا ما بالنسبة للدول العربية تعتبر متقدمة، ولكن بالنسبة للدول الأخرى تعتبر متواضعة نوعا ما. ولكن لا مانع في معرفة ماذا لديهم من خبرات وماذا يوجد لديهم أيضا. لابد أن يكون لديهم منتديات، لابد أن يكون لديهم مثلا مواقع يتحدثون فيها عن التعليم، في معرفتنا لقضايا والمشاكل التي تحدث، قضايا التعليمية والمشاكل التعليمية التي تحدث مثلا في الدول الخارجية،
هذا يفيدنا احنا ايضا في معرفتنا كيف نتصدى لتلك الامور، كيف نقوم بحلها، هل نستخدم تلك الحلول التي قاموا بها، او نقوم بعملية اللي هو تكييفها على حسب الظروف الموجودة لدينا. هذا بالنسبة للمهارات الاجتماعية، كذلك مثل ما ذكرنا التحفيز، وأن نكون محفزين وإيجابيين. النظرة السلبية دائما لكثير من الأشياء، أن كل شيء لا يصلح، كل شيء لا يمكن تنفيذه، كل شيء سوف يفشل، هذه سوف تؤثر علينا. فإن كنا أشخاص سلبيين فسوف ننقل السلبية إلى طلابنا، ولن تنتهي تلك اللي هو الدورة، لابد أن نكسر تلك السلبية لنكون إيجابيين. الإيجابية شيء جميل جدا، سوف يكون هناك أمل، سوف يكون هناك طموح نعمل به، ولكن إن بقينا على السلبية فلن نتحرك من اللي هو مواقعنا. العمل الجماعي مهم جدا مثل ما ذكرنا، طبعا العمل الجماعي والتعاون في كثير من الأشياء، وهذا بسبب العمل الجماعي سوف نتحدث عنها في المهارات التقنية، ستظهر لنا أشياء كثيرة جدا ومهمة جدا، سواء كانت في المهارات التدريسية ولا التقنية. بالنسبة للتطوع، كثير من الدول الخارجية خاصة في الدول التي تم الابتعاث لها هو الخمسة، نجد أن التطوع كانت ثقافة جدا جميلة لديهم. فمثلا في كندا لا يتخرج الطالب من المرحلة مثلا الثانوية حتى يقوم بتحقيق مثلا 40 أو 60 ساعة عمل تطوعي في أي مكان، ويحضر اللي هو الشهادة، فبالتالي فهي نوعا ما إلزامية في مثلا في كندا. نحن لا نتمنى أن تكون إلزامية بهذا القدر، لأن إن كان التطوع إجباري فلا فائدة منه، فلابد أن يكون التطوع شيء من نفس الشخص، يعني حب أن يتطوع لهذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى.